حددنا عدة مشاريع تطورية اللي راح نقوم بها مع جامعاتنا من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعات ومراكز البحث، كلها تصب في تطوير نشاط مجمع سوناطراك من منبع المحروقات إلى نقل المحروقات إلى نشاطات تحويلية وكذلك التسويق. كما تعلمون أن في برنامج الحكومة اللي وضعناه، هو من أهداف البرنامج أولا زيادة في الإنتاج، من أهم نقاط البرنامج الحكومة، وكذلك تطوير وسائل نقل المحروقات، وكذلك بالنسبة للصناعات التحويلية المرور من 30% الآن الصناعة التحويلية في المحروقات إلى 50%.